يتكون هادشي راه كديرين هو هذا ولد زعما تاكو باقي حاجه وحده واش عندكم معقدين ولا ما عندكمش كون عندكم معقدين ما عندكمش معقدين ايوا راه خصكم تعرفوا ما بين المعقدين المعقد هو اللي كيخلي هذاك الميكرو ديال كورونا ما يجيش دائما في ماركي سي ستيلو ولا نرجع ندير هكا ونمسح بياتي حيت هاد كورونا راه مرض خطير وخا نتوما كيبان لكم راه مخطيرش ولكن راه خطير ماشي عليكم على هذا حنا شي وحدين كبار في الدار غادي الا خاصنا نقعدو هنا ولا شي بلاصه غادي نوصلو ليهم يعني خاصنا نحافظو عليهم ونحافظو على راسنا مزيان نتابعو الفيديو الاجتماعي ماشي نخرج للصحة ونبقى نلعب مع الأطفال ولا نبقى يعني هذه راه حالة استثنائية القرية ما كانتش هكذا ولكن هذا المرض هو اللي خلانا أننا نتباعدو هكذا وبالصبر إن شاء الله والعزيمة غادي ندوزو هاد المرحلة ولكن سهل بس سهل ما خلينا نقول ما خلينا
قلت لا نسبه لا الا ما كتب الله لنا، ولكن اذا درنا الوقايه ما غيقيسنا والو. شنو هي الوقايه؟ ياك نخدموا عقلين، هو عطينا كل حلو، اي حاجه تصرفها ولا تعطي نسيب بيها قبل ما نقيسني، ما نقيسش الامر ديالي ما نقيسش به الدنيا. قبل ما ندخل، قبل ما نخرج من الدار، ندير تما تباعد اجتماعي مع الاصدقاء ديالي. يا رب تبارك الله عليكم، شكون اللي مازال ما خلاش؟ وزوج يلا شكرا صافي كلشي خدام في الدمامه ديالو. وبقى في الزهر ما غاديش يدينا باش نلعبو بها. يلا شكرا شكرا. عيد وقت اللي تمشي للدمامه ماشي مشكله زوج دار، حيت الدمامه راه هي الوقايه من هذا الفيروس الخطير. Ah.
البابا، غتبكي ماما، غتبكي الخوت، غتبكي جدك، غتبكي الاصدقاء، يعني كل شيء غادي يدوز. واش تفهمنا؟